جزيرة العربية، ولديها أكثر من 200 جزيرة في البحر الأحمر وبحر العرب، أكبرها جزيرة سوق قطرة وحنيش. سميت اليمن بهذا الاسم لعدة أسباب، حيث ورد في الكتابات السبائية القديمة ذكر اليمن بلفظ يمنات، كما أنها عرفت ببلاد اليمن والبركة، أي بلاد الخير الكثير الذي لا ينقطع، والتي اشتهرت بإنتاج جميع المواد التي تستخدم في الطقوس الدينية القديمة مثل البخور واللبان. سبب آخر لتسميتها هو وقوعها يمين الكعبة المشرفة، كما قيل أن الاسم نسبة إلى يمن بن قحطان الذي قيل أنه أبو اليمن، وقيل أنه نفسه صاحب اسم يمن. وقيل أن جميع العرب كانوا بمكة فتيمن بنو يقطان، وفي رواية بنو يمن، فسميت اليمن لذلك. ذكرت اليمن في الكثير من الكتب القديمة والتاريخية، منها التوراة وكتب التاريخ الإغريقي والروماني، ووصفت فيها باليمن السعيد، ولم توصف أي أرض في الدنيا بهذا الوصف غيرها، لتمتعها بوفرة في المياه والخضرة، ولطبيعتها الخلابة، ولأرضها الخصبة التي باركها الخالق سبحانه، ولأنها أيضا أرض لمعظم الأنبياء وأنصار الأنبياء، وكذلك لتعدد حضارتها المهمة في تاريخ البشرية. وهناك أيضا دورها وقصورها الفخمة، وكذلك جسارة وقوة شعبها الذي صنع من الجبال قصورا شامخة ومدرجات زراعية في قمم الجبال الشاهقة. تعتبر اليمن بحسب الكتب التاريخية المختلفة وبحسب ما توصل له العلم مؤخرا الموطن الأول للجنس البشري على الأرض، ونقطة التجمع والانطلاقة الأولى للهجرات البشرية. وتعتبر اليمن كذلك أرض العرب الأولى، فالشعب اليمني هو أصل الجنس العربي، واليمنيون هم أول من تكلم باللسان العربي، حيث إن قبائل اليمن الشهيرة مثل عاد وثمود وطصم وجديس وجرهم والعمالقة وأميم هي قبائل العرب القديمة التي انتشرت في الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وظهر منها العرب العاربة قبائل قحطان والعرب المستعربة قبائل عدنان. لذا فمن الخطأ اعتقاد أن عدنان مستعرب، فعدنان يعود إلى قبائل العرب القديمة التي قدمت من اليمن، لذلك فعدنان عربي يمني، وبالتالي فنبي الله إبراهيم عليه السلام عربي وليس أعجمي، وبالتبعية فإن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عربي وليس له أي أصل أعجمي. الفينيقيون قوم هاجروا من أرض اليمن تجاه الشمال، وسكنوا في لبنان ونشأ منهم شعبهم الشهير لينشئوا الحضارة الفينيقية، كما هاجرت قبائل اليمن إلى مصر وسكنت ضفاف النيل وأنشأت ما سمي بالحضارة المصرية القديمة الغنية عن التعريف. وهناك العديد من الكتابات التاريخية التي أوضحت أصول شعب مصر الذي يعود إلى اليمن. قبيلة جرهم اليمنية الشهيرة هي أول من سكن بأرض مكة، وهي من أوى إليها نبي الله إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر، ومن نسلها جاءت قريش، وتزوج نبي الله إسماعيل من بناتها، ومن ذريتهما جاء نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل اليمن هم مني وأنا منهم، وغيرها الكثير من الأقوال المأثورة عن الرسول التي يشير فيها إلى علاقته بأهل اليمن. ذكرت اليمن في القرآن، وحملت سورتان من سور القرآن أسماء مناطق فيها، وهي سبأ والأحقاف. أما سبأ فامتدت من مأرب شمالا إلى شبوة شرقا، وأما الأحقاف ففي حضرموت شرقا. كما وصف القرآن اليمن بأنها جنة وبلدة طيبة، ولم يطلق على أي أرض هذا الوصف في القرآن غير اليمن. ملوك اليمن أول من لبس التيجان، ومن أشهرهم الملكة بلقيس التي ورد ذكرها في سورة سبأ. وهناك العديد من الشواهد التي ترجح أن ذي القرنين الذي ورد ذكره في القرآن الكريم كان أحد ملوك حمير التبابعة، ولم يكن أحد في العالم وقتئذ يضيف كلمة ذو في تسمية الأشخاص والمناطق غير العرب،
وبالتحديد أهل اليمن، مثل ذو نواس الحميري والملك سيف بن ذي يزن والملك ذو رعين الحميري. وذو اسم ناقص وتفسيره صاحب، وجاء في معجمات اللغة العربية أن الذوون هم جمع ذو، وهي أسماء وألقاب اختص بها ملوك اليمن، كما أن كثير من مناطق وممالك اليمن القديمة حملت أسماء مسبوقة بكلمة ذو، وعلى رأسها مملكة سبأ وذو ريدان. كما أن المادة التي استخدمها ذو القرنين في بناء سد يأجوج ومأجوج، وهي قطر الحديد، لم يكن يستخدمها في بناء السدود غير أهل اليمن القدماء، فبناء سد مأرب القديم يظهر استخدامهم لقضبان اسطوانية من النحاس والرصاص في بناء السد. ويرى ابن كثير أن ذي القرنين أحد التبابعة العظام من الأذواء اليمنيين، حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود. ذكر القرآن الكريم العديد من القصص التي نال أرض اليمن ورجالها نصيب كبير منها، ومن تلك القصص قصة أصحاب الجنة وأصحاب الأخدود، وقصة إرم ذات العماد، وقصة نبي الله سليمان عليه السلام وملكة سبأ، وقصة سيل العرم وذي القرنين، وقصة أصحاب الفيل وأبرهة الذي حاول هدم الكعبة. يوجد في اليمن عدد من قبور الأنبياء التي يعتقد عدد من الباحثين اليمنيين والعرب حقيقتها، ومنهم نوح وأيوب وهود وصالح وشعيب عليهم السلام. وجدير بالذكر أن إفريقيس بن ذي المنار، وهو أحد أشهر الملوك التبابعة اليمنيين القدماء، هو الذي سميت قارة أفريقيا باسمه. اللغة الرسمية في اليمن هي اللغة العربية، ورغم ذلك توجد أقلية تتحدث اللغة الأمهرية، وهم السكان الذين يعيشون في شرق اليمن، ولهجتهم متأثرة باللغة السبائية القديمة التي سادت في البلاد منذ عصور. أما سكان هذه البلاد فإن غالبيتهم العظمى من سكان البلاد الأصليين، وهم يشكلون العشائر التي عاشت في البلاد منذ قديم الزمن، ومن أهمهم عشيرة همدان وحمير وكندا والمعافر وحضرموت، وقد تحضروا في الوقت الحالي، لكن لا يزال أكثر من نصف السكان يعيش تحت خط الفقر فيها. أما الديانة السائدة في البلاد فهو الدين الإسلامي، لكن المسلمين فيها منقسمون إلى قسمين: مسلمون سنة يتبعون المذهب الشافعي ويشكلون 65% من إجمالي عدد السكان، ومسلمون شيعة زيدية ويشكلون 35% من إجمالي عدد السكان. من أهم ما تشتهر به اليمن غناها بالموارد الطبيعية التي لم تستغل بالكامل بعد، ومن أهم هذه الموارد الذهب والرصاص والملح والنحاس والبترول والأسماك والفحم والنيكل، كما تشتهر بزراعتها للقطن والخضروات والعدس والذرة. باليمن توجد إحدى أجمل وأهم جزيرة بالعالم.